وإلى أخبار الألعاب الأخرى. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. يصنف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباريات الدوري بعد فترة الراحة والتي حصل عليها لمدة 4 أيام عقب الفوز بالبطولة العربية. وينتظر الجهاز الفني قرعة كأس مصر اليوم لوضع البرنامج المناسب من أجل مواصلة التتويج بالبطولات. حققت فرق سكواش نادي الأهلي بمراحلها العمرية المختلفة بقيادة كابتن ناصر زهران المدير الفني نتائج جيدة ببطولة الجزيرة المفتوحة والتي أقيمت في الفترة من 21 وحد 26 من ديسمبر الجاري، وانتهت فعالياتها أمس بمشاركة 14 ناديا على مستوى الجمهورية. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية والعربية.